طيب يعني اكيد كلام كتير واكيد الناس كلها كانت بتتابع الماتش امبارح. خلينا ناخد واحد من نجوم منتخب ليبيا السابقين طبعا، احمد بن سويد. كابتن احمد برحب بيك، مشرفني ومنورني. اهلا وسهلا، مرحبا بيك كابتن حمزه. طبعا واحد من نجوم اهلي بنغازي ومنورني ومشرفني. وتابعت امبارح المباراه ازاي؟ شفت منتخب ليبيا امبارح ازاي؟ شايف صعوبه المباراه هتكون في ليبيا كمان ازاي؟ والله مباراة امبارح كانت مباراة بصراحة جيدة ومتوازية بين الفريقين. يعني كان الفريقين في مستوى عالي من النضج الكروي والخطط الفنية، ولو أن المنتخب المصري كان هو الأفضل وخاصة في الشوط الثاني، واستطاع أن يقتنص فرصة الهدف مع بداية الشوط الثاني ويفوز بالمباراة، ونتمنى لهم الاستمرار و في بقية مبارياتهم. فالمباراة كانت متوازية يعني بين الطرفين. كابتن احمد، كان ليك تجربة لتدريب المنتخب الليبي، شايف ايه نقاط الضعف اللي عند منتخب ليبيا اللي ظهرت امبارح؟ والله الفريق الليبي امبارح يعني لعب يعني في معظم فتراته ضغط على الفريق لاعبي الفريق المصري، مما اتاح للفريق المصري انهم يلعبوا كما يريدون. المفروض ما يغالوش في المراقبه الشخصيه، يفترض على اساس وخاصه في الخط الامامي بالنسبه للفريق الليبي، اللي يفترض يلعبوا على امكانياتهم، لان يملكوا لاعبين جيدين في خط الهجوم، ولكن هم كانوا حريصين على الناحيه الدفاعيه ومراقبه مهاجمين الفريق المصري اكثر من اللازم. يعني كابتن احمد، شايف ان كليمنتي ممكن يغير طريقه لعبه؟ يعني شفنا امبارح بدا بشكل ممكن يغير طريقه لعبه في المباراه القادمه امام منتخب مصر، محتاج يكسب، محتاج 3 نقاط، ممكن طريقه اللعب تتغير ولا هيلعب بنفس الطريقه اللي لعب بيها امبارح؟ لا، هو بالتاكيد هيتتغير طريقه اللعب وهيركز على الناحيه الهجوميه اكثر، وخاصه في الاوقات في نصف الشوط الثاني. ربما الشوط الاول يلعب بنفس الوضعيه اللي لعب بها في مصر في القاهرة، ولكن في الشوط الثاني يعني حيحاول بقدر الإمكان أن يرمي بكل أوراقه وخاصة الأوراق الهجومية لكي يسجل هدف. وإذا كانت في الشوط الأول متعادل 0-0 فتعتبر نتيجة جيدة للفريق الأول، لأننا متأكد أن كليمنتي حيرمي كل أوراقه الهجومية، وعنده يملك أوراق هجومية جيدة في الشوط الثاني ليقتنص هدف على الأقل يضمن له الفوز مثل ما فعل الفريق المصري في المباراة الأولى. يعني امبارح يمكن شفنا كليمنتي عارف يقفل على محمد صلاح معظم اوقات المباراه، ولكن في المباراه القادمه عنده محمد صلاح وعنده عمر مرموش. يعني يمكن امبارح هو شاهد عمر مرموش ما كانش في حسابات كليمنتي امبارح، شايف ممكن يتعامل مع ده ازاي؟ لا، هو بالتاكيد حتكون في مراقبه يعني صارمه على اللاعبين الاثنين هذوم، لان طبعا محمد صلاح هذا لاعب كبير ولاعب ممتاز على مستوى العالم وباين للاعيان جميعا يعني. اما عمر مرموش فهو لاعب ناشئ ويملك امكانيات رهيبه، وحيكون من اللاعبين الجيدين ربما حتى على مستوى العالم مثل محمد صلاح، لانه يملك امكانيات فنيه ومهاريه ومراوغه، يملك المراوغه، لان حتى الهدف راوغ 2 أو 3 وسددها بقوه في الزاويه البعيده عن النشنوش. وبالتاكيد حيراقب اللاعبين المهاجمين اثنين هذوم، مع الاحتفاظ في كما قلت لك يعني ان في الشوط الثاني حيحاول بقدر الامكان انه يمشي المباراه، خاصه في الشوط الاول بمراقبه شديده. اما في الشوط الثاني حيرمي بكل اوراق، لانه خلاص ما عادش فيه يعني ما عندوش حاجه يبكي عليها زي ما بيقولوا. اي نعم، اي نعم. الهوني هو واحد من نجوم منتخب ليبيا امبارح، جلوسه على دكه البدلاء في الشوط الاول، شايف ان هو كان ممكن يبدا اللقاء؟ لا، هو ربما يكون مصاب الهوني، يعني لان اذا كان مش مصاب يبدا كليمنتي غلطان، يفترض انه يلعب لانه لاعب جيد ويملك مكان جيد. لكن اللي عارفه انه يشتكي من ارهاق ومن شد عضلي، وهذا السبب اللي ما باش يلعبه من الاول يعني. اما في المباراه الثانيه اليومين هذين حيحاول بقدر الامكان يدير تمرينات الاستشفاء، وبالتاكيد حيكون ممكن من بدايه المباراه يلعب من بدايه المباراه يعني.
منتخب ليبيا قادر يعمل نتيجة إيجابية هناك، هيكون بيلعب بأريحية أكتر، بيلعب على أرضه، ولا شايف ده معايير ممكن تكون بتصب في صالح المنتخب الليبي؟ لا، هي بالتأكيد أن المعايير تصب في مصلحة الفريق الليبي، لأن أولا الملعب مش مثل الملعب برج العرب، لأن أصغر مساحة، وفي نفس الوقت النجيل نتاع نجيل صناعي، وهذا ممكن يصعب من مهمة الفريق المصري في هذه الأداء، زيادة على أن الفريق الليبي دائما في أرضه يلعب بحماس وبقوة كبيرة، يعني فهمت، فمما هذه حيصعب مهمة اللاعبين الفريق المصري. ونتمنى أن المباراة تثير في كم روح رياضية مثل ما صارت المباراة الأولى بإذن الله. يعني أكيد مباراة كانت قوية، والمباراة القادمة كمان هتكون قوية. كابتن أحمد، بنتمنى كل التوفيق للمنتخبين، ونشوف مباراة ليه باسم المنتخبين بإذن الله. كابتن أحمد بن سويد نجم منتخب ليبيا السابق، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني، وأكيد المباراة هناك ما تقلش أبدا عن المباراة هنا. أنت كنت محتاج 3 نقاط هنا، محتاج 3 نقاط هناك، ممكن يكون معاك أن أنت تاخد نقطة واحدة، ولكن احنا كمصريين محتاجين 3 نقاط هناك برضه عشان نكون في الأمان ونكون في صدارة مجموعتنا إن شاء الله.